تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، نظم المجلس الأعلى للبيئة حفل تسليم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي المجلس إنفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدى. وفي إطار توجيه السمو للعهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة الدفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة. نعم، هذا وقد أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتثميل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة، يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العطاء والعزم، مثنيا سعادته على ما أبداه الموظفون العاملون في مختلف القطاعات خلال فترة جائحة فيروس كورونا من كفاءة عالية وعزيمة مستمرة لتحقيق الأهداف الموضوعة والتي أسهمت في أن تنال المملكة الإشادات في التعامل مع مسارات الجائحة محليا وإقليميا ودوليا. أكد سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة، ومنوها سعادته بالجهود الوطنية لفريق البحرين الذي أثبت جدارته في وضع الاستراتيجيات المتميزة في التعامل مع مختلف الظروف، ومشيدا بالوعي المجتمعي وروح العطاء لدى أبناء الوطن بمختلف مكوناته والذي كان جوهر نجاح هذا الدعم أو جوهر نجاح دعم الجهود المبذولة لتجاوز مختلف الظروف. من جانبهم أعرب منتسبو المجلس الأعلى للبيئة الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكريم السامي، ومؤكدين أن هذا التكريم ما هو إلا حافز لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين. فخر لكل مواطن بحريني موظف في حكومة مملكة البحرين أن يمنح وسام من مولاي حضرة صاحب الجلالة، خصوصا إذا كان اسم الوسام اسم عزيز على قلوب البحرينيين وهو اسم سيدي سمو ولي العهد. هذه بادرة شجعت كل الموظفين في المجلس الأعلى للبيئة وفي كل حكومة البحرين وكل مواطنين البحرين يقدمون المزيد لخدمة الوطن والمواطن. كلنا فخر واعتزاز بأن نكون ضمن فريق البحرين، وهذا الوسام فخر إلينا ودافع لبذل المزيد من العطاء في خدمة مملكة البحرين الغالية. هذا الوسام أعتبره مفخرة وأعتبره دافع لي أني أعطي أكثر مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أحب أشكر سيدي جلالة الملك المفدى وصاحب السمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء حفظهم الله على هذا الوسام. منحنا هذا الوسام يشعرنا بالفخر والاعتزاز، وأنا بالنيابة عن جميع موظفي المجلس الأعلى للبيئة أتوجه بالشكر الجزيل لحضرة صاحب الجلالة على منحنا هذا الوسام، وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي. هذا أكبر إنجاز في تاريخنا الوظيفي، وإن شاء الله أن يكون هذا أكبر دافع لنا في المستقبل نحقق إنجازات أكبر وأكبر لمملكتنا الغالية.